السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الزراعي جميع المجالات، أهلا ومرحبا بكم في قناة التعليم الفني، قناتكم قناة التعليم الفني، وأهلا وسهلا بكم في مع أسرة نحل العسل ودود القز بالقناة. اتكلمنا الحلقة السابقة على جدا ولازم تاخد بالك منه، وهو الآفات التي تصيب نحل العسل، او انا سميتها اعداء النحل. الافات، عندما اقول افات يبقى معنى كده اي ضرر بيولوجي يحدث للنحل. الافات دي اما ان هي تكون افات حشرية او افات غير، عشان تفتكر معايا هي اتكلمت فيها على دبور البلح وقلت لك موعد انتشاره امتى، اللي قدامك اهو دبور البلح الصورة، قلت لك موعد انتشاره وقلت لك الملكة بتاعته بتوجد او بتكون موجودة تطلع من بياتها الشتوي في فصل الربيع، بتكون العش بتاعها وبتبيض وبتعمل اول جيل، واول جيل هو اللي بيبني باقي العش. العش بتاعها ده بيبقى من 6 إلى 7 أدوار، هي بتبني بس أول دور وتقعد في العش بتاعها ما تتحركش بعد كده. اتكلمت على دودة الشمع، الدودة الفراشة بتاعت دودة الشمع دي قلت لك إن هي ليلية بتدخل الخلايا المهملة والخلايا الضعيفة، وبتدخل ليها الخلايا اللي هي ما فيهاش نحل كتير، بتدخل وتضع البيض بتاعها على الأقراص الشمعية القديمة، والبيض بتاعها بيفقس وبيطلع منه يرقات، لأن التطور بتاعها تطور تام برضه أو تطور كامل، بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة، بتطلع اليرقات دي وبتعمل اللي هي دودة الشمع. دودة الشمع اللي هي بتاكل في الشمع نفسه، بتتغذى على الشمع وتعمل أنفاق داخل أنا بذكرك بس، وبتعمل أنفاق داخل البراويز الشمعية، وتعمل خيوط زي الخيوط العنكبوتية كده فوقها وهي موجودة في القرص الشمع، عشان ما يوصلهاش النحل، عشان ما يقدرش يأذيها النحل. بتيجي فين؟ بتيجي في الخلايا المهملة والخلايا الضعيفة. وقلت لك ده كله إذا كان الضرر اللي بيجي لك من دبور البلح أو الضرر بيجي لك من كل الآفات اللي بتصيب النحل، ده العيب بتاعها اساسا عيب نحال. ليه عيب نحال؟ لان لو خد الاجراءات الاحترازيه بتاعته عشان يقي الخليه بتاعته من دبور البلح، دبور البلح ما كانش هيصيبه، ما كانش هيصيب الخليه بتاعته. لو اخذ الاجراءات الاحترازيه ضد دوده الشمع، ما كانتش دوده الشمع هتصيب الطائفه بتاعته. وانا قلت لك ازاي تتغلب وازاي تقي الخلية بتاعتك من الإصابة بدودة الشمع. شفت بعد كده ذئب النحل، وهذا الذئب اللئيم، هذا الذئب اللي بيكون موجود الأنثى بتاعته والذكر كل واحد مختص بحاجة، وقلت لك إن الأنثى بتاعت ذئب النحل هي المسؤولة عن اقتناص الشغالات وتخديرهم والتغذية عليهم واللحاق بهم، وبتاخد الشغالات اللي هي هتتغذى عليها دي بتاخدها تحطها في الجحر بتاعها وبتبيض عليها بيضه. انا بفكرك بالكلام اللي انا قلته، بتبيض عليها بيضه والبيضه بتفقس، يبقى هي ما بتعولش هم الغذاء بتاع اليرقات بتاعتها اللي بتطلع والحشرات اللي بتطلع جديده. اليرقه بتطلع من البيضه بتلاقي الغذاء بتاعها موجود، اللي هي جثه النحل اللي هي ودتها لها في الجحر بتاعها. اما الذكور بتبقى فايدتها او بتبقى عملها وضررها على النحل اللي هي بتنافس الشغالات بتاعت نحل العسل في امتصاص رحيق الازهار من على الازهار. يبقى كده بيأثر، يبقى الذكور بتاعت ذئب النحل بتأثر على النحل، والذكور والاناث بتاعت ذئب النحل بتأثر برضو على النحل. شفنا بعد كده القمل الاعمى. القمل الاعمى وهي الحشرة من رتبة ذات الجناحين، اللي بتكون حشرة صغيرة جدا ولونها بنية زي ما قدامك في الصورة اهي،
وبتكون موجودة وتشوفها أنت بالعين المجردة، وتكون موجودة على المنطقة الصدرية العلوية للشغالة نحل العسل والملكة، وبتاخد الغذاء اللي هم الشغالات بيقدموه لبعض، وبتاخد الغذاء اللي الشغالات بتقدمه للملكة، وبتأثر تأثير سلبي على الملكة، وبتخلي الملكة ممكن تقف الملكة عن وضع البيض بسبب وجود هذا الطفيل على جسمها. طيب شفنا بعد كده الدبور الأصفر، وقلت لك إن الدبور الأصفر ده خطره أكتر أكبر من خطر دبور البلح، ولكن خطره بيقل. ليه خطره بيقل؟ لأن أعداده قليلة، أعداده قليلة. اتكلمت برضو بعد كده على بالنسبة للحشرات اللي هي بتضر النحل، اللي هو النمل. والنمل ده بيدخل الخلية بيتغذى على المحتوى العسل اللي موجود في الأقراص الشبعية، يبقى بيأثر برضو على الطائفة بتاعتك. اتكلمت بعد كده على الآفات الغير حشرية، الطائر الجميل اللي شكله جميل ده وملون اللي هو اسمه الوروار، اللي هو المهاجر من وإلى أوروبا، لما بيجي يهاجر لأوروبا أو بياخد رحلته وبيعدي على مصر هنا في شهر أبريل وفي شهر سبتمبر، أول ما بيلاقي منحل بيقف على الشجر اللي هو فوق المنحل، بيطلع أصوات بيخلي النحلة أساسا ما يطلعش من الخلية بتاعته، بيصاب ساعتها النحل عند ما بيتحبس في الخلية بتاعته بيصاب بالأمراض. طب وإذا طلع النحل بره الخلية الطائر ده بيلتهمه، والطائر ده بيجي في موسم تلقيح الملكات، يعني بيعدي هنا علينا في مصر في موسم تلقيح الملكات، يبقى الملكة اللي طالعة تتلقح ممكن ان هو يلتهمها. الطائر الواحد من دول قلت لك ان هو بيتغذى في اليوم، ممكن يلتهم في اليوم الواحد حوالي 70 نحلة. شوف بقى لما سرب يبقى 3000 ولا 5000، اقل حاجة 5000 طائر ماشي سرب، يبقى شوف المنحل بتاعك هيحصل له ايه. يبقى دي بالنسبة للآفات الغير حشرية. اتكلمت لك برضو على الفئران، الفئران اتكلمت لك على الضفادع، على السحالي، دي كلها آفات غير حشرية. طيب النهاردة بقى في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهي هنبدأ بيه بالحلقة دي، اللي هو أمراض النحل. هو النحل بيصيبه أمراض؟ النحل زي أي كائن حي تاني بيصيبه أمراض، فلازم تعرف ان النحل في الاول خالص جوه الخلية عندك في حاجتين، في نحل كامل وفي حضنة. ايه هي الحضنة؟ الحضنة هي اي مرحلة دون النحل الكامل او دون الحشرة الكاملة. بمعنى انا لما قلت لك ان الملكة لما بتبيض بيطلع من البيضة يرقة، بيطلع بتتحول يرقة إلى عذراء، وبعد كده تطلع لحشرة كاملة، يبقى أنا عندي فيه 3 حاجات في النص بين الحشرة الكاملة اللي هي اللي باضت والحشرة الكاملة اللي هي هتطلع. ال3 حاجات اللي في النص دول اسمهم حضنة، دول بيصيبهم أمراض. يبقى هي المراحل العمرية في حياة النحلة أو في حياة ما قبل أن تكون حشرة، يبقى هي دي اسمها الحضنة. في أمراض بتصيب الحضنة، ودي هنستعرضها إن شاء الله النهاردة مع بعض، وأتمنى إن أنتوا تفتحوا دماغكم معايا في الدرس ده، مهم جدا، وأمراض مهمة جدا 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 لو أنت عندك منحل وبتشتغل فيه. أول حاجة أمراض الحضنة أهي، أدي زي ما قلت لك في الصورة قدامك النحلة الملكة بتبيض، تفقس البيضة تطلع يرقة، تتحول بعد اليرقة تاخد العمر بتاعها كله، العمر اليرقي كله، وبعد كده تتحول إلى عذراء، وبعد كده تطلع من العذراء، هي طالعة من العين اللي هناك دي خالص حشرة كاملة. ممكن داخل الخلية
تلاقي حضنة مفتوحة وممكن تلاقي حضنة مقفولة. الحضنة المفتوحة اللي هي عبارة عن البيض واليرقات، الحضنة المقفولة اللي هي دي تعتبر حديثة السن. الحضنة المقفولة عبارة عن اليرقات كبيرة السن والعذارة، يبقى دي الحضنة المقفولة. طيب بيوجد بقى أمراض بتصيب الحضنة المفتوحة لوحدها، وفي أمراض بتصيب الحضنة المقفولة والمفتوحة مع بعض، أو بتصيب الحضنة المقفولة وتفضل تستمر الحضنة المفتوحة وبتفضل مستمر هذا المرض لحد ما بتغلق عليها العين السداسية وبعد كده بتموت. يبقى من أول ما بتبقى يرقة بتصاب بهذا المرض. هنستعرض الأمراض دي مع بعض. أول حاجة، في حاجة اسمها تعفن الحضنة الأمريكي. في نوعين من التعفن. التعفن ده إما يكون تعفن حضنة أمريكي أو تعفن حضنة أوروبي. وأول ما قلت لك تعفن، يبقى اللي بيسبب تعفن البكتيريا على طول. بيجي لك في الامتحان اكتب المسبب لتعفن الحضنة الأمريكي أو تعفن الحضنة الأوروبي، يبقى تكتب له على طول بكتيريا. البكتيريا اللي بتسبب تعفن الحضنة الأمريكي هي بكتيريا عصوية. نتكلم في الأول، هي أشكال البكتيريا إيه؟ دي معلومة عامة ليك أنت، وأنت أكيد عارفها من خلال دراستك. البكتيريا إما إن هي تكون بكتيريا دائرية الكوكسي، البكتيريا العصوية، أو البكتيريا اللولبية أو الحلزونية. أنا بتكلم دلوقتي على تعفن الحضنة الأمريكي اللي هو بتسببه البكتيريا العصوية. خلي بالك معلومة عن المرض ده، هذه البكتيريا لا تصيب أي كائن حي إلا يرقات نحل العسل، وممكن إن هي تظل حية لمدة 50 عام إلى أن تتهيأ لها الظروف البيئية عشان خاطر تصيب اليرقات. يبقى دي تعفن الحضنة الأمريكي. يبقى أول حاجة المسبب بتاعه بكتيريا عصوية اللي هي باسيلس لارفا. انت مش مطالب طبعا، انت لو عاوز تسمع تعرف الاسم بتاعها العلمي باسيلس لارفا، ولكن انت لو كتبت له عصوية بس يبقى خلاص، يبقى اجابتك صح. طيب الامراض اللي هي بتيجي بقى للحضنة، اما امراض بكتيرية او امراض، إما أمراض ميكروبية أو أمراض غير ميكروبية. الأمراض الميكروبية دي منها الأمراض، أول حاجة الأمراض البكتيرية، منها تعفن الحضنة الأمريكي، تعفن الحضنة الأوروبي. من الأمراض الميكروبية الأخرى اللي هي أمراض فيروسية، فيروسية يعني تسببها فيروسات، أمراض فطرية دي تسببها فطريات، وفي أمراض غير ميكروبية بقى دي برودة الحضنة. طيب هتكلم في الأول خالص على تعفن الحضنة الأمريكي. هذا المسبب زي ما قلت لك بكتيريا عصوية جراثيمها بتدخل في المعدة بتاعة اليرقة. أول ما بتفقس البيضة بتاعة النحل بتطلع منها يرقة، وهي في عمر يوم أو يومين بتدخل اليرقة دي في المعدة بتاعتها عن طريق الغذاء بتاعها، وبيحدث موت لليرقات أو العذارة بعد تغطية العيون السداسية. يبقى بتاخد الفترة بتاعتها موجود عليها البكتيريا دي. طيب أنا قلت لك بكتيريا يبقى بتسبب ريحة، ريحة كريهة. أنت أول ما بتدخل عشان تعرف مظاهر المرض دي وتعرف المرض اللي موجود في الطائفة بتاعتك مرض كذا، يبقى لازم في أعراض للأمراض دي. أول حاجة أو في مظاهر
في شواهد للأمراض دي بتكون موجودة. أول ما بتفتح الخلية عشان تفحص، إذا شميت رائحة، ريحة الغيرة أو رائحة السمك المتحلل، لو سمك متحلل زي الفسيخ والرنجة والكلام ده، اعرف إن ده تعفن حضن. طب أنا يا مستر دخلت المنحل النهاردة، فتحت الخلية ولكن عندي زكام، معرفتش أشم، يبقى في شواهد تاني. من الشواهد الأخرى اللي هي هتعرف فيها إن في تعفن حضنة أمريكي، إن بتكون اليرقة أول ما بتمسك برواز بتاع حضنة بتبص تلاقي العيون السداسية اللي هي فيها الحضنة من جوه، اللي هي مقفولة بالشمع، فيها ثقوب على طول، ان دي مظهر من مظاهر تعفن الحضنة الامريكي. هو بيحصل العيون مثقوبة في مرض تاني، بيحصل في مرض تاني هقوله لك كمان شوية، ولكن انا دماغك تبقى شغالة معايا. طيب انا قلت لك ان بيصيب هذا المرض، بيصيب اليرقة وهي في عمر صغير، بيفضل عليها هذه البكتيريا، بتفضل في اليرقة دي لحد ما بتتقفل العيون السداسية وتموت العذراء وتموت اليرقات في مرحلة متأخرة أو مرحلة ما بعد قفل العيون السداسية، وممكن تموت قبل. الله أكبر، الله أكبر. طلعت برواز، لقيت البرواز ده عليه حضنة متفرقة. الحضنة المتفرقة دي حاجة من الاتنين، إما الملكة ضعيفة أو الحضنة فيها إصابة. طب أنت لقيت في أقراص تاني الحضنة فيها كويسة، يبقى الملكة مش ضعيفة، يبقى استبعدنا إن الملكة ضعيفة، يبقى في إيه؟ يبقى في مرض. يبقى من مظاهر مرض تعفن الحضن الأمريكي إن الحضنة بتكون على البرواز بتكون متفرقة، بيكون في ثقوب في أغطية العيون السداسية، والأغطية دي بتكون رطبة، وهقول لك الثقوب دي جاية من إيه. وفي عند شم البرواز بتلاقي رائحة السمك المتحلل أو رائحة الغراء، الغيرة يعني، بتلاقي ان اليرقات اللي ميتة داخل العيون السداسية واقفة عمودية، ميتة وهي واقفة عمودية، وبتلاقي العذارة اللي هي موجودة مطلعة خرطومها، خرطوم العذراء طالع لحد على قمة العين السداسية، وبتلاقي بعد اشتداد الإصابة بمرض تعفن الحضن الأمريكي بتلاقي إن بتكون قشور، اليرقة بتتحول لقشور، القشور دي بتكون غامقة اللون وبتلزق في قاع العيون السداسية أو على جدار العيون السداسية، يصعب إزالتها، يصعب إزالة هذه القشور اللي موجودة في العين السداسية دي اللي هي نتيجة تعفن الحضنة الأمريكي. وفي حاجة مهمة جدا جدا جدا، شاهد يشهد لا يش يعرفك ان ده في تعفن حضنة امريكي، ان انت بتدخل عود ثقاب داخل العين السداسية على اليرقة اللي هي ميتة جوه، وبتطلع عود الثقاب كده بيطلع جزء لزج، بيبقى فيه لزوجة في عود الثقاب وهو طالع، يبقى تعرف على طول كده كل الشواهد اللي قلتها لك دي، يبقى كده في مرض ايه؟ مرض تعفن حضنة امريكي، دي لازم تعرفها. طيب اهي في عيون متفرقة في برواز الشمع، في الغطاء بتاع برواز الشمع، الغطيان بتاعت العيون السداسية بتبقى مثقوبة، في منها مثقوب، إذا لو دخلت عود ثقاب على اليرقة اللي هي ميتة جوه
بتطلع عود الثقاب جزء لزج، العذارة اللي ميتة بتنكمش ويمتد منها لسانها إلى قمة العين السداسية. طيب علاج تعفن الحضن الأمريكي ده علاجه إيه؟ أو سبب تعفن الحضنة الأمريكي؟ وعندما أقول لك سبب تعفن حضنة، يبقى سبب تعفن حضنة أمريكي وأوروبي، يبقى تعال نقول في الأول تعفن الحضنة الأوروبي. طيب تعفن الحضنة الأوروبي المسببة ليها بكتيريا عنقودية، بكتيريا عنقودية. إحنا في الأول قلنا تعفن الحضنة الأمريكي، لازم هعمل لك فرق بين ومقارنة بين التعفن الأمريكي والتعفن الأوروبي. المسبب بتاع تعفن الحضنة الأوروبي بكتيريا عنقودية. اليرقات بتموت قبل قفل العيون السداسية. شفت بقى اليرقات ماتت إمتى في تعفن الحضنة الأمريكي؟ بعد قفل العيون السداسية. طيب انت هناك في تعفن الحضن الامريكي، انت شميت رائحة ايه؟ شميت رائحة السمك المتحلل او رائحة الغيرة. في تعفن الحضن الاوروبي بتشم رائحة الخميرة. يبقى ده فرق تاني من الفروق اللي هي موجودة في تعفن الحضن الاوروبي وتعفن الحضن الامريكي. التعفن الحضن الاوروبي بيصيب اليرقات اللي هي عمرها لحد 4 ايام، ولكن تعفن الحضن الامريكي اصاب اليرقات انهي؟ اصاب اليرقات اللي هي عمرها من يوم الى يومين. طيب في تعفن الحضن الامريكي قلت لك اليرقه بتكون واقفه عموديه، ميته واقفه عموديه داخل العين السداسيه، ولكن تعفن الحضن الاوروبي اليرقه بتكون دائريه او بتكون واخده حرف سي وهي ميته. يبقى ده فروق في تعفن الحضن الامريكي وتعفن الحضن الاوروبي، ومن خلال هذه الفروق قدرت ان انا اشرح لك تعفن الحضن الاوروبي. احنا خلي بالك برضه في نقطه مهمه جدا في تعفن الحضن الامريكي، قلت لك لما بتبقى اليرقه بعد ما بتموت وبتحلل وبتبقى قشره، بتيجي القشرة دي بتكون ملتصقة أسفل في قاع العين، وبيصعب إزالتها، أو على جدار العين السداسية وبيصعب إزالتها، ولكن في تعفن الحضن الأوروبي يسهل إزالة القشرة اللي هي موجودة نتيجة موت اليرقة أو جفاف اليرقة. يبقى ده الفرق بين تعفن الحضن الأمريكي وتعفن الحضن الأوروبي، وبالفرق ده قدرت انت تعرف تعفن الحضنة الاوروبي. اهو ده تعفن حضنة اوروبي قدامك في الصورة. ادي تبص تلاقي اليرقات، الصورة قدامك اهي، اليرقات ملتوية، ميتة ملتوية. تبص تلاقي برضو اليرقات غير منتظمة. طيب ده الفرق بين تعفن الحضنة الأمريكي والتعفن الأوروبي. أيوة الصورة اهي معانا لو سمحت. مسبب بكتيريا عصبية بالنسبة لتعفن الحضنة الأمريكي، مسبب بتاع التعفن الأوروبي بكتيريا عنقودية. في البكتيريا العصبية اللي هي في التعفن الأمريكي وجود حضنة غير منتظمة، بتحول لون اليرقات من الأبيض إلى البني ثم البني الغامق. اليرقات الميتة لزجة، ده بعكس التعفن الحضن الأوروبي. اليرقات ممتدة عموديا، أما في الأوروبي بتكون اليرقات داخل العيون ميتة ومستديرة الشكل أو على شكل حرف سي. اليرقات الميتة تتحول لقشور داخل العيون بيصعب إزالتها، أما القشور اللي هي بتاعت تعفن الحضنة الأوروبي بيسهل إزالتها. أهم حاجة بقى الرائحة بتاعة تعفن الحضنة الأمريكي بتكون رائحة السمك المتحلل أو الغراء، رائحة تعفن الحضنة الأوروبي بتبقى تشبه رائحة الخميرة. طيب
بيجي ازاي، بيتنقل ازاي المرض ده؟ مرض تعفن الحضنة الأوروبي وتعفن الحضنة الأمريكي وأي مرض هنيجي نتكلم عليه بينقل بهذه، في الغالب يعني بينقل بهذه الكيفية اللي هقولك عليها. أول حاجة العيون السداسية اللي هي موجودة فيها المرض أساسا، وفيها بقايا من اليرقات الميتة، وفيها قشور اليرقات الميتة. المفروض مين اللي بيدخل بينظف العيون دي؟ المفروض اللي بيدخل ينظف العيون دي الشغالات. طب الشغالة تدخل تنظف العين السداسية اللي هي كانت محتوية على يرقات مصابة بالبكتيريا أو بالمرض ده، تدخل تنظف العين السداسية فيتحط على جسمها بكتيريا، يجي على جسمها بكتيريا، تدخل عين سليمة بعد كده، يبقى تنقل هي البكتيريا من العين المصابة، من البرواز المصاب إلى البرواز السليم. يبقى دي طريقة من طرق نقل العدوى. في طريقة تانية من طرق نقل العدوى، إن الأقراص الشمعية اللي هي هيخزن فيها عسل كانت قبل كده فيها يرقات فيها المرض ده، وجيت تخزن العسل فيها، الشغالات خزنت فيها العسل، يبقى العسل ده احتوى على البكتيريا، هيجي يتغذى عليه بعد كده اليرقات، هيدخل يرقات للقناة الهضمية، وانت عارف ان البكتيريا دي بتشتغل على القناة الهضمية بتاعت اليرقة. يبقى دي طريقة تاني من طرق نقل العدوى. في طريقة تالتة او في اسلوب تاني بتنقل بيه العدوى، وهي ان النحل السارق اللي هو لما يبقى عندك في المنحل بتاعك في خلية بتسرق، في نحل بتاع طائفة بيسرق نحل طائفة تاني، بيسرق عسل من طائفة تانية، بيدخل النحل ده ممكن يكون محمل او ممكن يحمل، يعني ممكن يكون محمل بجراثيم البكتيريا دي او جراثيم المرض، ينقلها للخلية السليمة، او ممكن ياخد من الخلية اللي داخل يسرق منها جراثيم مرض وينقلها للخلية بتاعته. يبقى دي طريقة من طرق نقل العدوى. او استعمال اثناء الفحص ادوات غير نظيفة، استعمال ادوات غير نظيفة ده بيؤدي برضو لانتقال العدوى. طيب بتعالج ازاي بقى؟ دي طرق انتشار المرض قدامك، العيون السداسية اللي عاشت بيها يرقات مصابة، العسل او حبوب اللقاح في العيون اللي كان بيها بكتيريا، النحل السارق المصاب، او النحل السليم اللي هيدخل سارق بس هيدخل خلية ايه؟ خلية مصابة، هياخد المرض يوديه الخلية بتاعته. الشغلات الخاصة بتنظيف العيون السداسية، استخدام ادوات نحالة ملوثة. طيب العلاج بتاعه ايه؟ العلاج بتاعه اول حاجة استبدال الخلايا المصابة بخلايا سليمة، تاني حاجة ان انت بتضع اجزاء الخلية المصابة في غرفة بيها غاز اكسيد الاسيلين عشان تقتل بيها جراثيم المرض، وبعد كده بتستعملها مرة اخرى. في حاجة تاني اللي هي التروميسين، اللي هي سودا فوسفات سيازول، دي بتتاخد بيها معلقتين او معلقة، بيتحط على جالون تغذية، دي بيتحط على التغذية او بيتبدر بيه. طيب اهي طرق العلاج، صوديوم سلفا سيازول بتبقى محطوطة على محلول سكري 2 جرام لكل 4 لتر، او بتعفر على قمة البراويز بتحط 15 جرام يعني 3 معالق على نص كيلو سكر بودرة، وبتعفر قمة الاقراص اللي هي بتكون مصابة، او بتستخدم التروميسين كمضاد حيوي 10 جرام لكل 4 لتر محلول، او تعفير بتبقى معلقتين تروميسين مع 20 معلقة سكر، وبيتم التبدير في ده. طيب في بعد كده أمراض فيروسية بتسببها الفيروسات،
الفيروس ده خطير جدا جدا جدا. المرض اللي هقول لك عليه دلوقتي هو مرض اسمه تكيس الحضنة، المسبب بتاعه فيروس. يبقى لما بيجي لك في الامتحان يقول لك ده، لازم يجي لك في الامتحان يقول لك اكتب المسبب المرضي لمرض تكيس الحضنة، يبقى تقول له على طول ايه؟ فيروس. مش لازم بقى تقول اسمه، تقول له على طول فيروس. طيب تكيس الحضنة ده بيصيب الأقراص، اليرقات المكشوفة، بيصيب اليرقات المكشوفة. أنا عاوزك تعمل مقارنات على طول في الأمراض اللي احنا خدناها. تكيس الحضنة ده بيصيب اليرقات المكشوفة اللي لسه ما تغطتش العيون السداسية بتاعتها، وبتموت بعد تغطية العين السداسية. أحيانا تموت بعد تغطية العين السداسية، يبقى في منها بيموت وهي لسه مكشوفة، وفي منها بيموت عندما بتقفل عليها العين السداسية عشان تتحول بعد كده لمرحلة تاني اللي هي مرحلة العذراء، دي ممكن بتموت فيها. طيب عبارة عن ايه تكيس الحضنة وليه سمي تكيس حضنة؟ في الاول خالص ده مرض بيصيب برضو القناة الهضمية بتاعة اليرقة، بتيجي بيسبب تحلل في أنسجة القناة الهضمية وبيخليها سائل. بيخليها إيه؟ بيخليها سائل. أمال إيه التكيس ده؟ التكيس ده بيبقى عامل السائل ده بيبقى محطوط زي في الكيس، زي كيس كده. الكيس ده عبارة عن جسم اليرقة، لأن اليرقة لازم تنسلخ، ينسلخ الجلد بتاعها عند ما تيجي تكبر في الحجم، ويتعمل جلد جديد ليها، فهي ماتت اساسا. يبقى ايه؟ ما انسلختش، يبقى الجلد بتاعها اللي هو عمل كيس ده هو الجلد الغير منسلخ اللي هو ما انسلختش بتاع اليرقة. وبقت اليرقة عبارة عن كيس وجواها في سائل متحلل، اللي هو اعضائها من جوه بقت سائل متحلل. بتعرفوا ازاي؟ بتعرفوا ان انت لو دخلت ملقاط دخلته في العين السداسية عشان تشيل بيه اليرقة دي، هيطلع لك زي ما يكون كيس كده بالظبط. يبقى دي عرض من اعراض تكيس الحضنة. طيب بينتشر المرض ده امتى؟ مرض تكيس الحضنة ده بينتشر في الشتاء، وبينتشر بيفضل مستمر معاك لحد أواخر الصيف. بينتشر في الشتاء، في أواخر الشتاء، وبياخد الربيع كله، فصل الربيع كله، وبياخد فصل الصيف. يبقى بينتشر تكيس الحضنة. غير الكيس ده، اليرقة بتبقى وهي ميتة داخل العين السداسية بتكون ملقاة على ظهرها، بتكون ملقاة على ظهرها، وبيكون رأس اليرقة متجه لأعلى، رأس اليرقة متجه لأعلى، وبيكون اللي هو المظهر السائد بتاعها اللي هو بتاع الكيس ده. أول ما بتفتح الخلية عشان تفحصها تلاقي فيه ثقوب في العيون السداسية، يبقى تعرف إن ده ممكن يكون فيه تكيس حضنة. ثقوب في العيون السداسية، افتكر معايا مرض تعفن الحضنة الأمريكي، في ثقوب في العيون السداسية. وليه تم ثقوب في العيون السداسية؟ اليرقة بتبقى داخل العين السداسية أول ما بيتقفل عليها العين السداسية، فبيحاول، بتكون مريضة أو بتكون ماتت، بيحاول الشغالات إن هي تقرض الشمع اللي هو مغطي للعيون السداسية عشان تطلع الشغالة اللي ماتت، اللي هي الحضنة اللي ماتت جوه، فبتقرضها، بتقرض طبقة الشمع دي. فعشان كده ما قلتلكش في تعفن الحضن الأوروبي إن في قرض للعيون، في أغطية العيون السداسية. ليه؟ لأن في تعفن الحضن الأوروبي اليرقة ماتت قبل ما تتقفل عليها العيون السداسية. في تعفن الحضن الأمريكي
الملك اليرقة ماتت بعد ما اتقفلت العين الثلاثية. يبقى بتحاول الشغالة بتحاول ايه؟ بتحاول تقرض العين السداسية ديت وتطلعها. برضو في تكيس الحضنة، الحضنة ماتت برضو فين؟ ماتت بعد ما اتقفلت عليها العين السداسية. يبقى بتحاول برضو الشغالات ان هي تقرض الطبقة الشمعية اللي هي في العيون السداسية، اللي هي على العيون السداسية ديت، وتطلع الشغالات وتطلع الحضنة اللي هي ماتت. يبقى ده سبب قرض العيون السداسية. طب سبب بقى الكيس ده زي ما قلت لك، اللي هو تحلل محتويات الداخلية لليرقة وبقى محتوى مائي كله، وجلد اليرقة ده اللي هو ما انسلخش عمل نظام الكيس. طيب المكافحة بتاعت هذا المرض بتكون كمان، خلي بالك في نقطة مهمة جدا، بتكون اول ما اليرقه تموت، اذا ماتت اليرقه وجف جسمها، بتكون قشره. القشره دي سهله النزع من، سهل ان انت تطلعها من العين السداسيه دي، بعكس ايه؟ بعكس تعفن الحضنه الامريكي. ان تعفن الحضنه الامريكي صعب ان انت تطلع القشرة بتاعة اليرقة بعد ما بقت قشرة وملتصقة في العين السداسية. أما في تعفن الحضنة الأوروبي سهل إن أنت تطلعها، في تكيس الحضنة سهل إن أنت تطلعها. في فرق تاني بين تكيس الحضنة دي لازم تعرفه، لو قعدت شميت البرواز مش هتلاقي ليه ريحة، مش هتلاقي ليه ريحة. طب يبقى أنت لقيت إن في قرض للعيون، للأغطية الشمعية بتاعة العيون السداسية، يبقى اما تعفن حضنة امريكي او تكيس حضنة. طيب لقيت بعد كده القشور دي سهل ان هي تطلع، لا يبقى ده تكيس حضنة على طول. لقيت انها صعبة يبقى ده تعفن حضنة امريكي. لقيت لي ريحة يبقى تعفن حضنة امريكي، ما لقيتش لي ريحة يبقى ده تكيس حضنة. يبقى انت لازم تعرف الفروق كده بين الامراض، عشان انت اول ما بتفحص انت مش هتجيب حد عشان تقول له ايه المرض اللي هو كده، لان الحضنه دي مهمه في ايه؟ الحضنه دي هي اللي بتزود لك الكثافه العدديه للطائفه بتاعتك. لو الحضنه مش موجوده، لو الحضنه اصابها مرض، يبقى الكثافه العدديه بتاعتك قلت في الطائفه، وبالاخص هيبقى في وقت الربيع. يبقى انت كده كأنك ما عملتش أي حاجة، وهتفضل الخلية الطائفة هتعدي طائفة أخرى وهتعدي طائفة أخرى لحد ما يتعدي المنحل بتاعك كله. يبقى أنا مهم جدا إن أنت تعرف أمراض الحضنة. يبقى ما تقولش طب وأنا بدرس أمراض حضنة ليه؟ بتدرس أمراض حضنة عشان الحضنة دي هي المؤثرة على الكثافة العددية للنحل بتاعك. طيب خلي بالك تكيس الحضنة ده، الفيروس بتاع تكيس الحضنة ممكن يقعد 200 يوم في الخلية عندك، ممكن يقعد 200 يوم في الخلية عندك. زي ما قلت لك برضه هذكرك على طول، انا في موضوع الامراض ده لازم اذكرك بكل اللي احنا بقولناه عشان تعمل مقارنات في دماغك على طول. زي ما قلت لك ان تعفن الحضنة الامريكي ممكن يقعد 50 عام، الميكروب ده او البكتيريا دي ممكن تقعد 50 عام حية لحد ما تلاقي الظروف البيئية المناسبة عشان تنمو، عشان تنشط وعشان تصيب. تكيس الحضنة ده الفطر بتاع الفيروس بتاعها ممكن يقعد 200 يوم في خبز النحل، خبز النحل اللي هو العسل وحبوب اللقاح. وانا قلت لك ده كله بيشتغل على القناة الهضمية. يبقى اول ما اليرقة بتاكل عسل وحبوب لقاح اللي هو بتاكل خبز النحل، بيشتغل الفيروس ده على طول. وخلي بالك طالما قلت لك فيروس، اعرف ان علاجه الكيماوي مفيش. الفيروس بتاع تكيس الحضنة لم يكتشفوا ليه علاج كيماوي حتى الآن. انا قلت لك العلاج الكيماوي بتاع تعفن الحضنة الامريكي والاوروبي
يعني مثلا الصوديوم سلفاسيازول ده على الكيماوي، قلت لك ان الفيروس بتاع تكيس الحضنة لم يكتشفوا ليه حتى الآن علاج كيماوي. طيب أعراض المرض أهي قدامك على الشاشة، غالبا لا يغطي النحل العيون السداسية اللي بها يرقات مصابة، ولكن خلي بالك أحيانا بيغطيها وبيصيبها برضو وبيموتها. تركض اليرقة المصابة مسطحة على ظهرها وممتدة في العين السداسية. فرق بقى بين تعفن الحضن الأمريكي والأوروبي. تعفن الحضن الأمريكي لما جيت قلت لك إن هي بتكون اليرقة واقفة عمودية في العين السداسية، وتعفن الحضن الأوروبي بتكون اليرقة موجودة إزاي؟ بتكون اليرقة دائرية. أما في تكيس الحضنة بتكون تركض اليرقة المصابة مسطحة على ظهرها وممتدة في العين السداسية. بيتحول لون اليرقة إلى اللون الأصفر ثم البني الغامق بمنطقة الرأس والصدر. بيسهل إزالة اليرقة الميتة بواسطة ملقاط، فتتعلق اليرقة بالملقاط زي الكيس بالظبط. دي برضو من أعراض تكيس الحضنة، جفاف اليرقة الميتة، تحولها لقشرة بنية زي الأمراض البكتيرية بالظبط، ولكن دي بتبقى سهلة إن أنت تحوشها. فشل اليرقات مصابة للوصول لطور العذراء، ما بتوصلش للعذراء خالص، وهذا الفيروس يستطيع أن يعيش حتى 200 يوم في خبز النحل. طيب أهو ده شكل اليرقة وهي ميتة جوه، ده شكل الكيس اللي هو بيبقى موجود. لو دخلت من القاط هيطلع لك اليرقة زي الكيس بالظبط. ادي منطقة الرأس والصدر بتاعها بتبقى بنية وبتكون هي ممتدة في العين السداسية. المكافحة والعلاج بتاعها لازم، طالما فيروس او طالما اي مرض، لازم تقوية الطوائف، لازم تقوية الطوائف. طيب بتقوي الطوائف ازاي؟ بتقوي الطوائف اما تشوف سبب ضعف الطوائف ده ايه؟ سبب ضعف الطوائف يا ترى ملكة؟ يبقى تغير الملكة. سبب ضعف الطوائف ان النحل عندك في ظروف بيئية مش مظبوطة، بتحسن انت الظروف البيئية دي. لو كانت الشمس ضاربة عليها بتظللها شوية، لو كانت مش جايلها شمس يبقى بتوجه الخلايا بتاعتك الاتجاه السليم. يبقى تقوية الطوائف وتغيير الملكة وتحسين الظروف البيئية في منطقة المنحل بتاعك. خلي ان فيه مصدات رياح تزرعها عشان خاطر الهواء اللي هو بيجي من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية. خلي ان ده مأثر على قوة النحل عندك. طيب في أمراض فطرية بقى، طالما أمراض فطرية هي مسببها فطر، في مرضين والمرضين دول منتشرين بين النحل، ولكن ضررهم مش زي الأمراض الفيروسية ومش زي الأمراض البكتيرية. ضررهم بيكون بسيط شوية وممكن ان انت تتغلب عليه بسرعة. اول مرض وهو مرض الحضن الطباشيري، من اسمه كده مرض حضن طباشيري، يبقى فيها انا شامم ريحة طباشير. مرض الحضن الطباشيري ده مسببه لو جالك في الامتحان مسببه فطر. قدامك اهو، بيبقى اليرقة عاملة زي حتة الطباشير. طب بتيجي ازاي زي الطباشير؟ خلي بالك بينتشر المرض ده في الربيع وأوائل الصيف، لا يسبب دمار تام ودمار كامل للطائفة،
ولكن بيقلل محصول العسل، بيقلل محصول العسل، بيقلل محصول العسل لأن اليرقات بقت قليلة، يبقى مفيش أفراد كتيرة هتطلع، يبقى بيقلل محصول العسل. بتظهر اليرقة، الجراثيم بتاعة الفطر دي أو الميسيليوم بيدخل جوه القناة الهضمية مع الغذاء وبينمو، بيخرج منه الميسيليوم ده، الميسيليوم ده اللي هو بيخرج من القناة الهضمية بيخرج على سطح جسم اليرقة وبيلف في جسم اليرقة باللون الأبيض اللي هو لون الميسيليوم ده أو لون الجراثيم اللي هي بتاعة الفطر، بيلف في جسم اليرقة لحد ما بتنتفخ جسم اليرقة وبعد كده تنكمش مرة أخرى وبتبقى شكل الطباشير، بتبقى بالظبط شكل حتة الطباشير، بتبقى بيضة كده شكل حتة الطباشير زي ما وريت لك الصورة اللي هي بتاعت مرض الحضنة الطباشيري. من الحاجة، من الشواهد اللي هي بتاعة المرض ده اللي مش موجودة في أي مرض تاني، إن قوام اليرقات الميتة بتكون قوامها أسفنجي، بيكون قوامها إيه؟ أسفنجي. يبقى أنت أول إذا جالك في الامتحان قال لك ما هو المرض الذي ينتج عنه قوام أسفنجي لليرقة المصابة أو اليرقة الميتة، يبقى على طول هو مرض الحضنة الطباشيري. لازم تبقى دماغك شغالة على طول في الأعراض دي وتعرف العرض ده بتاع ايه والمرض ده ازاي والعلاج ايه. وانا بشرح لك كل الكلام ده ومنتظر أسئلة منك على الكلام ده كله، وانت اذا قريت كده في الكتاب لوحدك من غير ما تسمع الشرح مش هتفهم حاجة، ولكن انت ما عليك الا ان انت تقرا بس الدرس ده بعد ما نخلصه. هتقراه طالما فهمت في الشرح يبقى سبت في دماغك على طول. طيب يبقى بتنكمش اليرقة بعد ما اتغطت بالميسيليوم اللي هو الأبيض وبقت قوامها أسفنجي وبقت زي حتة طباشير كده وبقى قوامها أسفنجي. طيب بيسهل إزالة اليرقات المصابة من العيون. اليرقات المصابة دي ممكن إن أنت تطلعها من العيون السداسية على طول. ليه؟ عشان قوامها بقى أسفنجي. طيب في مرض تاني بعد كده وهو مرض تحجر الحضنة. علاج تكيس الحضنة في الأول طبعا إيه، الأمراض الفطرية كلها ممكن يكون علاجها واحد، ولكن علاج تكيس الحضنة بس إن أنا بستخدم محلول السيمول 7%. خلي بالك محلول السيمول ده ما يتحطوش على التغذية، لأن هو النحل ما بيسحبش التغذية اللي فيها محلول سيمول أو فيها مادة السيمول اللي هي بتستخرج من الزعتر. طيب بيرش على قمة الأقراص وعلى جدران الخلية من الداخل. بتستخدم برضو مادة اسمها الفيسيا فورم. الفيسيا فورم ديت المكون الأساسي بتاعها الفورمالدهايد، بيستخدم في محلول مائي 4% وبيتم تبخيرها وبتقتل الجراثيم. طيب في مرض تاني بعد كده، طبعا بتكافح المرض بتقوي الطوائف، اي مرض بتكافحه بتقوية الطوائف، ازالة الاقراص المصابة ده برضو اي مرض يجي لك برضو ده اللي هي مكافحة المرض. تربية نحل مقاوم المرض، خلي بالك النحل المقاوم للامراض واعتمدوا عليه في اوروبا دلوقتي كله اللي هو النحل الايطالي، هو مقاوم للامراض ومقاوم لامراض الحضنه بالاخص. طيب هنيجي بعد كده تحجر الحضنه، المسبب بتاعه فطر برضو زي ما قلت لك. الاعراض اليرقات والعذاره المصابه لونها بيكون ابيض بيتحول للبني وبعد كده للاخضر، بتتصلب وبتتحجر بس ما بتبقاش اسفنجيه. يجي يقول لك الفرق بين تحجر الحضنه والحضن الطباشيري مع ان الاتنين فطر، يبقى دي بتبقى الحضن الطباشيري بتبقى القوام اسفنجي
وتحجر الحضنة بيبقى غير اسفنج، ده عكس الطباشيري بالظبط. الوقاية بتحرق الطوائف المصابة، بتبخر الطوائف بالكبريت، وبعد كده بتعقم، وممكن صهر الأقراص الشمعية. في بعد كده الأمراض الغير ميكروبية اللي هي ما بتسببش فيها ميكروبات، اللي هي برودة الحضنة، المسبب بتاعها انخفاض درجة الحرارة. الأعراض بتموت الحضنة داخل العين السداسية، وبيكون بيبرز الخرطوم بتاعها للأمام، بتلاقي الحضنة أو بتلاقي الشغالات طالعة الخرطوم بتاعها من العين السداسية، ومش قادرة إن هي تطلع، يبقى ده من برودة الحضنة. وأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من درس اللي قلناه ده، درس أمراض الحضنة، وإن شاء الله اللقاء القادم هيكون درس في أمراض النحل البالغ. ومنتظر أي أسئلة منكم وأي تعليقات، وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.